عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. النهارده جاي اعمل لكم ريفيو عن مجموعه زيوت هنديه. بنات كتير كلموني وقالوا لي عايزين نقعد هندي كويس، فانا قعدت اجرب حاجات كتير جدا لحد ما وصلت النتيجه ايه الكويس وايه المش كويس، وكان اسعارهم ايه وجبتهم منين وايه النتيجه. فيلا بينا. اول حاجه، اول زيت انا جربته في الحاجات الهنديه كان الزيت ده. بصوا انا مش هقرا اسامي، انا هجيب لكم اسم الزيت او شكل الزيت وانتوا عارفين شكله طبعا اهوت، عشان هو الاسامي بتاعته بتبقى صعبه عليا قوي. تمام، بس ده بيسموه بنجاره هي. تمام، هو الشكل ده اللي هو مكتوب عليه 8 سنتي. بصوا الزيت ده 100 مللي، كنت جايباه حوالي ب 130 جنيه، كنت جايباه من امازون. طبعا كان جايلي في علبه كرتون وكل الكلام ده، ودخلت على الباركود ولقيته فعلا ان هو هندي اصلي. طبعا انتوا عارفين البرنامج بتاع الباركود، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان لو عايزين تتعلموا ازاي تعرفوا المنتجات اصليه ولا لا. بالنسبه للزيت ده ريحته كويسه، خفيف مش تقيل كل الكلام ده. طب انا بستخدمه ازاي؟ كنت بستخدمه ان انا بغسل، قبل ما اغسل شعري ببدا احط نقط بسيطه على الموجود في الشعر، فروه الشعر بس مش الشعر، وابدا ادلك دتليك بسيط، وابدا ان انا بعدها بساعتين باخد شاور. كنت باخد معايا شاور بتاعه اللي هو سوري الشامبو اللي هو كيش كينج، كنت بخففه ميه. همسكوا برده الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه لنتيجته طبعا انا مخلصه الازازه كلها، مفيش ولا نقطه. تمام، المنتج ده بصراحه عجبني جدا، ان هو بيطول فعلا الشعر بس مش لدرجه 8 سنتي. يعني انا استخدمته تقريبا حوالي شهر شهر ونص، ما طولش ال 8 سنتي، لكن طول مثلا قوله 5 سنتي ولا حاجه او 4 سنتي بس. كافكت بتاعه عجبني، لان هو لقيت فعلا ان في طول في الشعر ملحوظ شويه عن الاول، الشعر لامع ورطب وقل التساقط شويه، في حين ان انا كنت لما بحطه وابدا ادلك فروه الراس بيبدا يتساقط حبه شعر. بس طبعا هسيب لكم برده الرابط في صندوق الوصف، لان كنت مسجله قبل كده ريفيو عنه، كنت شايفاكم حتى صوره الشعر اللي كان بيتساقط قد ايه. لكن هو المنتج حلو جدا، ويعني انا بفكر اجربه تاني لانه طول شعري، فكان حلو جدا وقلل التساقط شويه. طيب بالنسبه للمكونات بتاعته كلها اعشاب طبيعيه، واعشاب كلها بتعمل على تطويل الشعر وانباته، الحاجتين مع بعض دول حلوين جدا في الزيت ده. ده اول زيت معانا، طبعا موجودين في جوميا وامازون وفي محلات كتير اونلاين، بس اهم حاجه اتاكدوا ان هو الاصلي. تاني حاجه جربتها هو الزيت ده، اسمه انا مش عارفه بصراحه اسمه ايه، هو بس هو الشكل ده. تمام، بيكون من جواه كده لونه احمر. تمام، اهو بيكون اللون ده كده لونه احمر جواه كده، اسمه كيشور دهني. ده كيشور دهني، هكتب لكم طبعا الاسماء بتاعتها على الشاشه علشان تبقوا عارفينها، انتوا تقراوها براحتكم بقى. تمام، كيشور دهني ده انا جربته بصراحه، كنت بحطه في زجاجه قطره كده اللي بتاعت العينين علشان يبقى نقط بسيطه، لانه تقيل جدا وريحته وحشه ما عجبتنيش خالص، وسقط الشعر ما عجبنيش خالص، سقط لي شعري ما كانش حلو خالص، فوقفته. حتى الازازه بتاعت القطره بتاعت العينين كان موجود فيها المنتج، وانا وقفته خالص لانه سقط الشعر. مش زي ما بيقولوا بيطول الشعر وحطوه مع زيوت تانية، زيتون وحاجات تانية، ما عملش اي نتيجة، بالعكس سقط الشعر وما كانش حلو وما انصحش اي حد بيه. تاني زيت هو تالت زيت سوري، هو كيش كينج. انا طبعا عندي الشامبو بتاعه، فانا قلت اجيب الزيت كمان عشان يبقى حاجة متكاملة يعني. فانا جبته كان حوالي عامل حاجة و80 جنيه من جوميا. فكان المفروض ان هو معاه الزيوت دي ان هي تعمل على انبات الشعر اكتر من تطويله او اي حاجه تانية. بس بصراحه انا ما حسيتش منه باي انبات ولا اي حاجه، هو عادي زيت عادي للعنايه بالشعر، بيقلل التساقط شويه لكن مش للانبات، او يعني انا ما لاحظتش فيه اي حاجه للانبات بصراحه. بتكون الازازه كده وبيكون معاها المشط بتاعها كده من جوه اللي هو ده، علشان نسقط يعني، او لما هنا فيها اخرام علشان لما نمشي كده على الشعرايه من جواها فيبدا ينزل الزيت. بصراحه ما حسيتش منه باي حاجه بصراحه خالص، ولا انبات ولا غير انبات، هو زيت العنايه وبيجي معاه كتالوج صغنون كده جوه العلبه. تمام، ما حسيتش منه باي حاجه خالص، انا استخدمته دلوقتي لحد نصه تقريبا. تمام، ريحته حلوه زي ريحه امله كده.
بس هو للعناية اكتر، انا مش حاسة منه بامبات او تطويل او اي حاجة خالص. ف يعني لو مقارنة بين بين ده وده، هشتري اهنه هشتري ده. الزيت الرابع معايا هو الزيت ده، تمام اهوت، هو الزيت ده انا مش عارفة اسمه، هو مكتوب كله بالهندي، كله بالهندي تمام اهوت، كله بالهندي، فمش عارفة اسمه بصراحة، بس هو شكله معروف، موجود على جوميا وامازون، عامل تقريبا 120 جنيه. وفي طبعا بيساعد بينزلوا عليه اوفرات تبقى اقل من كده، الزيوت دي اللي هي بتكون هندية. بصوا الزيت ده مكتوب ان هو بيكون لونه كده عنابي بيتي كده، تمام، بيكون موجود ان هو بيعالج، بيتحط كمان على البشرة علشان يعالج الالتهابات، الصداع، حكة الراس، القشرة، وهو فعلا بيعمل الحاجات دي. لكن لتطويل، لمنع تساقط، للكلام ده كله لا. يعني اللي عايزه يجيب مثلا كمساج للجسم تمام، عايز عشان يمنع الصداع تمام، لو في قشرة تمام، بيعمل برودة شوية بسيطة كده في الدماغ كده، بتعمل يعني بتبقى بيحس ان هي باردة شوية الدماغ تمام. لكن ان هو تطويل او انبات للشعر او اي حاجه من الزيوت الهنديه اللي بيقولوها، لا ما لاحظتش اي حاجه من الحاجات دي. دي كانت المنتجات الهنديه او الزيوت الهنديه، فانا ارشح لكم بقوه المنتج ده بس لما يكون الاصلي ومتاكدين ان هو الاصلي تمام، استخدموه وامشوا عليه 3 شهور هتلاقوا نتيجه كويسه جدا. لكن المنتجات اللي انا جربتها التانية دي ما كانتش عجباني خالص. بالنسبه كمان لشامبو كيش كينج، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اللي كنت عامله عنه فيديو قبل كده عشان ما اطولكمش الفيديو. ولو ليكم طبعا اي استفسار اسيبوا في التعليقات، واكون موجوده معاكم.